عادت الحياة تدب من جديد في حي الجحملية شرق مدينة تعز، الحي الذي تعرض لدمار وخراب لحق بأغلب المنازل فيه جراء عدوان ميليشيا الحوثي الإنقلابية على تعز إبان العام 2015. وللجحملية طقوس رمضانية أطلت من جديد بعد سنوات من الحرب والحرمان لأبناء الحي الذين رجع الكثير منهم إلى منازلهم ومحلاتهم التجارية بعد تأمين قوات الجيش الوطني للمنطقة. الحياة في الجحملية ولله الحمد عادت الآن كما كانت سابقا وربما أفضل، حياة خالية من الميليشيات الإنقلابية، عادت الحياة هذه بثبات الأبطال وبعد تسطير ملاحم بطولية للأبطال هنا في حي الجحملية. طبعا الجحملية مشهورة منذ الزمن من قديم الزمان بأنه كل مقتنيات المواطنين في شهر رمضان بالذات من الجحملية. الآن بدأت الحياة تعود إليها تدريجيا، وما أراها الآن يعني جزء بسيط ما كانت عليه في السابق. خلال عام 2015 إلى 2018 لا توجد كانت هناك حركة في الجحملية، ولكن الآن أعتقد أن بدأت تعود الحياة. الرواني وطرمبة عبد حمود والعديد من الأكلات الشعبية والحلويات المشهورة والتي اشتهر بها حي الجحملية منذ القدم، وخاصة في مثل هذه الأيام من شهر رمضان المبارك، مثلت طلبا وازدحاما لدى الكثير من الواصلين إلى الحي بغية شرائها. تم إعادة الأمان والاستقرار إلى هذا المكان، وهذا المكان هو الذي جعلني أعود إليه لأنه كان مشهورا سابقا بصناعة الطرمبة. ونحن في هذه الأيام شهر رمضان المبارك تحب الناس وتشتهي هذه الأنواع من الحلويات وبعض الفواكه الذين تواجد إليها. والله تعز تتميز بكثير من الأشياء بالأكلات الشعبية، مثل السمبوسة والشعيبية واللحوح والأبرز في رمضان لها نكهة خاصة هي طرمبة عبد حمود اللي بالجحملية، ونقي لها عن بعد بسبب طعمها الخاص كذا، يعني حاجة لذيذة. ورغم ما خلفته الحرب من دمار وخراب إلا أن سكان حي الجحملية يناشدون الدولة ومؤسساتها بتحسين الخدمات ورفع مخلفات الحرب حتى يعود الحي كما كان وأفضل من ذلك بحسب تعبيرهم.